السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بأعزائي التلاميذ. اليوم إن شاء الله غنشوفوا ليكسيرسيس ديال إينيكواسيون اللي هي المترجحات. من بعد ما شفنا يعني ليكسيرسيس ديال نيميرو أن إي دو ديال إيكواسيون، اليوم غنشوفوا لي إينيكواسيون. إذا بلا ما نطول عليكم، ندوزو للطابلو ونشرحوا لي إينيكواسيون. إكسيرسيس نيميرو أن، غوش دي لي إينيكواسيون، يعني حل المترجحات. بومييي كيسيون، 2x plus 3 inférieur 4 moins 5x. Deuxième question, 2 vecteurs x moins 4 inférieur ou égal à 4x moins 5. Que ça veut dire? Je suis en différent entre équation et inéquation. Équation, on a un seul point de vue. On va chercher, on va être non-conné, mais on va essayer de faire un peu. إذن مي لي زينيكواسيون عندنا في المترجحه تنقلبوا على مثلا عندنا اكس يعني انفيريور او بيان اكس يعني انفيريور او ايغال او بيان اكس سوبيريور او بيان اكس سوبيريور او ايغال. اذا ناخذ كالو. اذا السؤال الاول، اون 2x بلس 3 انفيريور 4 moins 5x. Plus ou moins, halal halal équation. D'accord. Vous voyez la règle, nous savons que là, il y a inférieur, égal, égal. Et dans notre vidéo, on va chercher là, cette partie, à droite, là, avant, là, à gauche, là, à droite. Et dans le droite, ça change à gauche, ça change, nous savons, change le chemin de là. Et dans notre on va faire 2x. 2x عندنا موان 5x تتحول في الطرف الثاني، عندنا في الأدوات تتحول على الوش تولي بلس 5x. اوكي انفيريور 4 تبقى المكان ديالها عندنا بلس 3 نحولو للطرف الثاني تولي عندنا موان 3 صافو دير 2 بلس 5 بلس هي 6x 7x انفيريور 4 موان 3 كالا 1 صافو دير هنا ديفيزي بار 7 هنا ديفيزي بار 7. Donc il y a 7 et 7 éliminés, ça se prend là x, x inférieur 1 septième. Donc 1 septième, on a un micro à faire un stapel, on a un micro à faire 4. Donc on a un stapel à faire. Donc il y a un 0. إذن أن سيس من جهة جينا هنا، إذن أن سيس إذن سيس إذن هذا هو الحلول. إذن هذه هي هو الحلول. إذن من أن سيس يعني إكس يعني أنفيريور أن سيس من أنفيريور أشيل هنا. إذن هنا سوليسيون سوليسيون ما الحلول. إذن دونك لي سوليسيون دو لينيكواسيون سون تو لي نومبر أنفيريور 1 sur 7 ou bien 1 septième. Nous avons le souhait de Tani. Et le souhait de Tani, on a 2 facteurs x moins 4 inférieur ou égal, il est à quoi on a un rassemblement de nous, c'est 4x moins moins 5. Plus le modèle. Ça veut dire, on va faire une première étape, on va faire 2 fois 7, 7 parties, et 2 fois x, et puis 2 fois 4. On va faire 2x, 2 fois x, 2x, moins 2 fois 4, nous sommes devant juste x, la x, juste alba. Idem, 2 fois 4, c'est là, 8. Inférieur égal 4x moins 5. Ça veut dire, dans un niveau, on va chercher les inconnus, par exemple, les nombres, par exemple. Il y a 2x, il y a plus 4x, ça veut dire, il y a moins 4x. Inférieur égal quoi? Moins 5, il y a moins 8, ça veut dire, il y a plus 8. Donc, faites attention. Là, je vais vous donner un
غتغير متفاوته اون فاشينجي ان فعوض غتولي يعني انفيريور او ايكال غتولي سوبيريور او ايكال حقاش غنضربو في حاجه يعني في يعني سيت بارتي في عدد سالب اذا فاش نضرب في عدد سالب تعطينا اذا هنا عندنا باقي معايا عندنا 2 يعني 2 اكس موان 4 اكس يا موان 2 اكس اذا هنا غتغير المتفاوته غتولي سوبيريور ايكال ما تبقاش عندنا انفيريور ايكال هنا ضربنا في هذا اذا موان 5 بلس ويز اذا هنا سا ديبون تناقضو يعني اكبر اشاره ثم تقوم بعمليه لا سوستراكسيون هي عمليه الطرح اذا اكبر اشاره هنا بلس ثم ويز موان موان 5 تيكالا 3 دونك هنايا ديفيزي بار هنايا ديفيزي بار موان 2 هنا ديفيزي بار موان موان 2 دونك موان 2 ماشي موان 2 تمشي عندنا تبقى عندنا اكس اكس تبقى عندنا سوبيريور او ايكال كوا هاد موان غنطلعوها في النيميراتور عندنا في النيميراتور غنطلعها الفوق تبقى عندنا موان 3 سير سير 2 دونك دونك كوا هادي غنمثلو ايضا في مستقيم مدرج نحيدو هنا نحيدو هنايا اوكي عندنا هنا 0 هنا صافي 1 دونك هنايا في جاتنا عندنا هنا موان زان موان زان هنا موان زان هنا موان 3 سيسر 2 يا سيسر 2 هنا تقريبا هنا موان زان موان زان موان دو سيسر 2 هي 1 فيرغيل هي موان زان تكين هنايا هنا موان واي دو عشكون هي هي موان 3 موان 3 سيسر اذا هنايا هما موان يعني موان 3 سوغ 2 هي ديال الحلول ديال هاد المتراجعه دونك سات دونك لي سوليسيون دو لي ليكواسيون دو سون دو سون تو لي نومبر اي موان 3 سوغ 2 دونك هادشي اللي كاين في ليكواسيون تتمنى ايضا هاد الدرس غادي يكون ناتج عندكم ولا هاد التمرين تكون صعبتو قبل ما يعني تكتبوا التمرين تتكتبوا التمرين قبل ما تكون تشوفوا تتخرج التمرين عاد فوضو يعني كوريكسيون ما ننساش تنساوش تبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم راه شحال واحد نتاج هاد التمارين هادي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.